مرة أخرى يفرض على سكان القدس الفلسطينيين أن يعيشوا الاختناقات المقصودة التي تصيب حياتهم بالشلل بعد أن قررت سلطات الاحتلال هذا العام إقامة مراسيم احتفال طقوس عيد الشعلة اليهودية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة فقد اجبرت شرطة الاحتلال سكان الحي على اخلاء الشوارع من المركبات لمدة يومين ابتداء من يوم السبت مساء لغاية اليوم الاثنين، وقامت باغلاق الشوارع المحيطة بالحي ومنعت الفلسطينيين من الوصول اليها، ومن الجدير بالذكر ان طقوس احتفال عيد الشعلة اليهودي كانت تقام في مدينة صفد شمالي فلسطين كل عام، ولكن هذا العام تقرر اقامتها بالقدس المحتلة بحجة الحرب على الحدود. الشمالية الاحتفال هذا بسووه بجبل ميرون في صفد <applause> ولأنه منطقة عسكرية مغلقة فقرر نسوي الاحتفال هون والمراسم الاحتفال هون بحي الجراح وسكروا المنطقة من زي ما انت شايف المنطقة للسكان سيارات ممنوع تدخل كل السيارات انا ساكن فوق الحي و... اتصلوا فينا قالوا ابعدوا السيارات ابعدنا السيارات كلياتها الحاجة نهى عطية سكان حي الشيخ جراح المهدد بيتها بالاخلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية تعاني الامرين من تواجد المستوطنين بكثافة في الحي الذي يعربدون فيه ويشتمون الاهالي في الايام العاديه والان في هذا العيد سوف تتفاقم معاناتها مع اهالي الحي بسبب التواجد الكبير للمستوطنين والاصوات الصاخبه ليلا لهذه الاحتفالات التي تمتد لساعات الصباح الباكر مما يجعل حياه اهالي الحي جحيما لا يطاق كل ساعة بنكدوا علينا تنكيد والسكنة يعني المستوطنين بتعدوا علينا بيحكوا لنا كلام إشي يعني حاسين إننا مش مخدين حريتنا حتى في دارنا وإحنا مارقين في الشارع مش مخدين حريتنا فإلنا أسبوع بزيادة يعني أعصابنا بنروح وبنيجي الليلة لمدة 48 ساعة بدنا نضلنا في الحفلة يعني بدهم يضلوا يغنوا ويرقصوا زي ما بدهم وإحنا كأنها مش دارنا كأنها احنا احنا اللي عايشين عندهم مش هم مش النا الارض احنا اصحاب الارض واحنا اللي لنا الحق ان نعيش فيها وممنوع هم يسووا هيك يعني 48 ساعه متواصل سماعات السماعه قدارنا اه فيعني كله ازعاج ووسائل تهجير وتهويد تهويد لمنطقه الشيخ جراح هذا الاحتفال المركزي لليهود المتدينين بعيد الشعله في حي الشيخ جراح هذه المره له معنى اخر، فهو اشاره واضحه الى عمق التهويد المستمر في القدس ومحاوله الاحتلال بسط سيطرته على الاحياء العربيه في القدس المحتله، فليس سكان الحي فقط من يعانون من هذا الاحتفال، بل تم فرض طوق كامل على الشوارع المحيطه بالحي. وأقدمت شرطة الاحتلال على إغلاقها بشكل كامل بما اعتبره المقدسيون عقابا جماعيا تثبيت واقع إسرائيلي بمعنى آخر أنه هاي عاصمتنا وهذه اللي إحنا أصحاب الحق للتصرف فيها في نفس الوقت هي جزء من المضايقة للفلسطينيين لأن الاحتفالات من هذا النوع بتكون فيها عشرات الألاف من المتدينين في حي صغير من هذا النوع هي نوع لمضايقة أهل البلد ولو تشاهد الان المنطقه عباره عن منطقه مغلقه عسكريا لا تستطيع المرور فيها لا بسياره ولا برجلك لانه هيك الاسرائيليين بيكونوا فرضوا بدهم اياه هذا الاحتفال في حي الشيخ جراح المستهدف اصلا من قبل الجمعيات الاستيطانيه اليهوديه المدعومه من الحكومه اخذ هذا العام طابعا رسميا هو الاخطر منذ احتلال القدس عام 67 حيث قام الحاخام الاكبر بافتتاح هذا الاحتفال في اشاره واضحه الى تعميق السيطره اليهوديه على هذا الحي المقدسي الذي يعاني يوميا من الهجمات الاستيطانيه. يسعى الاحتلال الاسرائيلي بشتى الوسائل والطرق الى تهويد المدينه المقدسه وصبغها بالصبغه اليهوديه من خلال التحكم بالمقدسيين والتضييق عليهم في هذه الاحتفالات مستغلا الاعياد اليهوديه لتحقيق ماربه في زيادة عدد المستوطنين في الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة رشاء الخطيب لبرنامج عين على رحبوا الب... بضيفي الحلقة هنا في الاستوديو الدكتور رياض ياسين ومن القدس الاستاذ راسم عبيدات وابدا مع حضرتك كما رايت في التقرير وربما بعد قليل الاستاذ راسم يفسر لنا اكثر معنى هذا النوع من الاحتفالات المقصوده واللي فيها تحدي وفيها اعتداء ولكن فيها ايضا ما يشير الى محاوله ربما خلق هويه جديده شخصيه جديده للقدس وين يعني بتشوف حضرتك الآن في السياق التاريخي كيف ممكن قراءة هذه الغطرسة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي والصهيونية كذلك ومقرونة بقتل وإبادة جماعية وشراسة غير مسبوقة مساء الخير وشكرا على الاستضافة الحقيقة مسائل. أن إسرائيل على مدى مئة عام تقريبا من قيامها ارتكبت افضل الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وهذه الجرائم توثقت في كل المحافل يعني توثقت في الكتب توثقت في الصحافه توثقت حتى بالمنظمات الدوليه التي باتت الان تعيد تعريف القضيه الفلسطينيه وتعيد ادانه المجرمين الجدد في اسرائيل نعم. نعم. واذا كنا نتحدث عن الاجرام في اسرائيل نذكر المؤرخين الاسرائيليين انفسهم نعم. المؤرخين الجدد يعني نذكر إلى ببي مثلا في كتابه التطهير العرقي اللي بيحكي على فتره ال48 كيف انه العصابات الصهيونيه ارتكبت افظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني نعم. وبنذكر كمان توم سيجف بالاسرائيليين الاوائل كتابه المهم اللي بيحكي ايضا على انه العرب ما هربوا من اراضيهم في 48 وانه ما جره عمليات ارهابيه يهوديه ضد السكان نعم. العرب وبنحكي نعم. على بيني موريس لما شخص مساله اللاجئين في كتابه المهم ايضا انه ما جرى هو محاولة تهجير قسري واضحة منذ البدايات لأنه كان هناك مشروع استيطاني الاحتلال الإسرائيلي قام على فكرة الاستعمار الاستيطاني وهو بالتالي مختلف عن الاستعمار الغربي وإن نعم. كنا نحن نتحدث أيضاً عن أصداء تعريفات الاستعمار كما مثلاً شخصها نعوم تشومسكي يعني اللي كان بيحكي إنه ظاهرة وجود الاحتلال الإسرائيلي هي تكمل ظاهرة الاستعمار الأجنبي ولكن الآن المهمة باتت أصعب. من ناحيتين ناحيه انه هذا الاحتلال استيطاني وليس استغلالي بمعنى اخر انه وجد من اجل انه يبقى بشوف وجد من اجل يخلق نعم. هويه شونسكي. جديده نعم. بشوف انه اسرائيل نموذج عن امريكا لما قامت تمام. ايضا الاوروبيين بالضبط ايضا تكوين أقاموا تكوين متشابه الولايات المتحده تكوين على م... نعم تطهير متش... العرقي. تكوين متشابه نعم. ولذلك ولذلك هناك تشابه كبير جدا نعم. وايضا نضيف الى ذلك الحضور اليميني المسيحي الانجيلي البروتستانتي بامريكا وتحكمه بالسياسات الامريكيه تجاه تبني نعم. هذا الكيان الموجود على ارض فلسطين ايضا نعم. احنا بنحكي على ايضا في اصداء حتى بامريكا لكتاب مهمين نعم. يعني توماس سواريز عمل الكتاب هو اخر كتاب يمكن له علاقه بتشخيص الدويله الموجوده في 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 فلسطين نعم. وقال بأنها دولة إرهاب وعرف الكتاب في العنوان بأنه نعم. إسرائيل دولة قامت على الإرهاب كتاب 600 صفحة تقريبا بيحكي على الفضائع التي ارتكبها الإسرائيليون والعصابات الصهيونية في البدايات في الأربعينيات ضد الشعب الفلسطيني وعلى فكرة يعني مسلسل الجرائم والمجازر الإسرائيلية لم ينتهي يعني أولا ينتهي أعتقد في هذه الفترة نعم. لماذا؟ يعني هناك اشكاليه لها علاقه بهذا الفكر الصهيوني الذي تاسس على فكره العدوانيه واباده الاخر واقصاء الاخر تماما نعم. استحضارا لعقده شمشون يعني هم آه ما بيعيشوا هاي طبعاً العقده طبعاً الشمشونيه في طبعاً وحتى تصريحات الساسه الاسرائيليين الحاليين الان هاي الناريه يعني باتجاه انه ما بهمنا لو قضينا على قطاع غزه المهم نحرر رهائن يعني بنحرر الأسرة يعني نعم. او لو نبيت قطاع غزه بقنبله نوويه ما عندنا مشكله نعم هذا الجو... الجويين هذولا نعم. هذول والاغيار لازم نقضي عليهم لانه مشروعنا سيقوم على هذا الجانب اللي بسميه بعض المحللين هاي الهيمنه هيمنه التصعيد نعم القدرة على أنه أنا بقدر أرد كيف ما أريد وأذيك هاي. أكثر من ممكن يعني. لكن اسمح لي بعرف إذا كان الأستاذ راسم معنا طيب إذا في هذه النقطة حضرتك عم بتشير إلى مسألة مهمة أن هناك عقلية هناك موروث ممكن يكون ديني ثقافي بالإضافة إلى ما يمكن أن يكون قد تم اصطناعه من اجل نعم. تشكيل شخصيه قائمه الذات على العالم ان يقبلها كما هي نعم. وهذا بفسر اليوم ليش عم نشوف انه لا نافع قرارات الامم المتحده ولا مجلس امن دولي ولا هيئات نعم. عالميه هل من هذه الناحيه بتشوف حضرتك انه ما جرى في غزه فتح افاق ابواب كانت مغلقه ل تمحص في الروايه التي كانت سائده على مدى سنوات طويله. نعم. يعني انا استطيع القول بانه طوفان غزه كان طوفان عالمي حقيقه. نعم. يعني اذا كنا احنا بنحكي على اعاده تعريف الصراع العربي الاسرائيلي فاظن أن الفضل في ذلك يعني هو لما جرى او يجري في قطاع غزه الان. نعم. الان اعيدت القضيه الفلسطينيه الى يعني الى الواجهه. وإذا نطلع على محركات البحث في كل العالم تتصدر أخبار غزة في كل العناوين وفي كل الوبس في العالم الآن نعم. إحنا بنحكي أيضاً على أصداء هذه الحرب على المستويات الاقتصادية في العالم إنه صار في تأثر كبير جداً بما جرى بحركة المقاطعة مثلاً عالمياً بما نعم. جرى مثلاً على المستويات السياحية اليوم مثلاً خذ عندك المالديف نعم. منع الدخول أي مواطن يحمل جنسية إسرائيلية الآن. نعم. الآن أنا أتوقع أن يكون في هناك أيضا قيود على الإسرائيليين في بعض الدول الأوروبية المتعاطفة أصلا مع القضية الفلسطينية. ولا نكتم سرا إذا قلنا بأنه أيضا المناصرين الأوروبيين الرسميين للقضية الفلسطينية قد زادوا. يعني الفترة الأخيرة اعترفت إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين. هذا يضاف أيضا ويدين أيضا ويؤكد أن ما تقوم به إسرائيل الحالية هو جرائم حرب. وقد عرفت المحكمة الجنايات الدولية ما قامت به اسرائيل خلال ثمان اشهر نعم بانها ارتكبت كل انواع الجرائم، وعلى فكره يعني المحكمه الجنائيه الدوليه لديها ثلاث مستويات من الجرائم، لا. جرائم ضد الانسانيه وجرائم الاباده وجرائم الحرب. وعند تصفح البنود لكل مجموعه من هذه التصنيفات تجد ان اسرائيل ارتكبت كل انواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ولذلك ليش نستغرب اذا اصدرت المحكمه قرار بايقاف المسؤولين المجرمين الحاليين الاسرائيليين لا نستغرب م. ذلك هذا الان انا اظن بان القضيه الفلسطينيه الان باتت تؤثر على العالم بشكل كبير طيب. جدا وربما تعيد التعريفات نعم. للتوازنات الدوليه نعم. في المستقبل لكن في يعني حضرتك في هذا السياق ترى ان ما جرى اليوم ممكن ان يعيد مسالتين اولا مراجعه التاريخ نعم. وثانيا اعاده كتابه التاريخ بصياغه جديده. نعم. هل هذا يعني ترى مؤشراته كافيه ام يحتاج الى وقت؟ انا اعتقد بانه المعركه لم تنتهي. نعم. يعني من يكتب التاريخ عليه ان يكون لديه صوره شامله. نعم. وصوره شامله ليس فقط عن ما جرى بالامس واليوم، صوره شامله عن هذا الصراع. انا اعتقد بانه ما جرى في غزه هو ليس قائما بذاته مفصولا عن الصراع العربي الاسرائيلي بالمطلق. نعم. هذه حركة تاريخ مستمرة لا يوجد فيها تقطعات على فكرة. يعني ما جرى في غزة له له جذور في في الأرض الفلسطينية. يعني كان يظن الإسرائيلي بأنه الدخول إلى غزة نزهة أو كعب أخيل كما يقال في في الموروث اليوناني إنه نقطة ضعف الفلسطينيين غزة غزة لأنها معزولة وعزلت أيضاً لأنه كان في حصار استمر 17 سنة على قطاع غزة الآن غزة طيب. ضعيفة وغزة محاصرة ولكن طيب. أثبتت غزة بأنها ليست ليست كعب اخيل لفلسطين وانما هي قلعه صامده نعم تضاهي قلعه الماساده بجزء واكثر. نعم هذا بيجي في اطار التحليل السياسي وان كنت بحب استمر مع حضرتك في التحليل التاريخي نعم ساعود لحضرتك انا ارحب انا وانت بضيفنا من القدس الاستاذ راسم عبيدات وهو كاتب ومحلل سياسي وخبير في شؤون القدس تحياتي لك استاذ راسم. أهلا وسهلا بكم وتحياتي لك ولضيفك الكريم شكرا جزيلا إحنا قبل ما بدأنا البرنامج بتقرير فريقنا عن ما جرى في حي الشيخ جراح واحتفال الأستاذ رياض ياسين هنا وهو أستاذ تاريخ يقول لك بيحاولوا أن يخلقوا شخصية أو يغيروا شخصية القدس ويطبعوها بهذا الطابع وطبعا انت ادرى منا لماذا حي الشيخ جراح؟ نعم دعني اقول ان هذا الاحتفال الديني الذي كان يقام بالاساس في بلده بارون على التي تقع شمال غرب مدينه صفد، كان يجري الاحتفال به بشكل سنوي في تلك المنطقه، ولكن عمليه نقل الاحتفال من منطقه ميرون الى منطقة حي شيخ جراح ليس لها علاقة فقط في البعد الامني بمعنى وصول الصواريخ من الجبهة اللبنانية الى تلك المنطقة، العملية لها اكثر من بعد في هذا الاتجاه، نحن ندرك تماما ان هذا العيد يجري الاحتفال به بعد 33 يوما من عيد الفصح ويجري اشعال نيران تقليدية في ذكرى ما يسمونه ثورة اليهود على الرومان بقيادة شمعون بارك خوبة نعم. وهذا حدث في سنة 132 ميلادي بعد 62 عاما على إكرى خراب الهيكل العملية النقل التي جرت هي لها بعد في طابع تهويدي استيطاني فيما يتعلق بحي الشيخ جراح الشيخ جراح هو قسمين القسم الغربي والقسم الشرقي القسم الغربي هو قسم ما يسمى باللغة العربية بجرة النقاع والقسم الشرقي وحي الشيخ جراح وهذين عمليات الطرد والتهجير والاستيلاء عليهما من قبل الجمعيات الاستيطانيه واوجدوا في هذه المنطقه جمعيه نحلات شمعون مغاره سميت مغاره شمعون الصديق ونحن ندرك تماما ان هذه المغاره يا سيدي كانت قبل عام 2001 مرحله صعود شارون الى الحكم كانت مغاره مهبل نعم. وك سكان الحي يركلون نعم. في تلك نعم. المغاره نعم. ولكن اسمح, من بعد اسمح عام لي 1996 نعم. نعم. اسمح لي فقط لدي فاصل قصير وساعود لحضرتك وواصل حديثي إلى السيد راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي والخبير في شؤون القدس وهنا أيضا في الاستوديو الدكتور رياض ياسين أستاذ التاريخ والحضارة في جامعة اليرموك أستاذ راسم أنت حضرتك أعطيتنا خلفية مهمة نفهمها ليش هذه الاحتفالات ما المقصود منها إلى أين يعني يمكن أن تؤشر في وضع كالوضع القائم حاليا على ضوء الحرب في غزة وكل هذه الحالة المضطربة القائمة في فلسطين وفي المنطقة كذلك وين بتشوف هذا يعني وين ممكن ينحط هذا في طبيعة هذا الصراع القائم حاليا نعم في طبيعه هذا الصراع واضح ان الاحتلال استغل ما يحدث في قطاع غزه من اجل احكام السيطره والسياده على مدينه القدس واظهار بان مدينه القدس بين قوسين هي عاصمه لدوله الاحتلال ولذلك عندما جرى نقل هذا الاحتفال الى منطقه الشيخ جراح له طابع تهويدي واستيطاني بمعنى اطفاء الرموز التلموديه والتوراتيه وتشويه الفضاء في حي الشيخ جراح الشرقي والغربي واظهار بان هذا الحي هي احياء يهوديه وليست احياء عربيه اسلاميه والهدف ايضا عمليه طرد وتهجير وخاصه ان هناك محاكم مرفوعه ضد سكان حي الشيخ جراح الشرقي والغربي بقصد اخراجهم من منازلهم وتحولت قضيه الشيخ جراح الى قضيه عالميه وقضيه سياسيه لان الهدف هو واضح هو تهويد بامتياز وإقامة مخططات ومشاريع استيطانية من سلسلة الجبال الغربية لحي الشيخ جراح وصولاً إلى منطقة بيت المفتي وقرم المفتي وإلى منطقة وادي الجوز وحيث هناك مبنى لوزارة الداخلية الإسرائيلية وأخطر مشروع استيطاني في تلك المنطقة المسمى بوادي السيليكون والذي يستهدف طرد وتفكيك أكثر من 200 ورشه صناعيه وتجاريه في مدينه القدس واقامه ما يسمى بالقريه التكنولوجيه في تلك المنطقه واقامه فنادق سياحيه وكذلك مكاتب واعمال تجاريه في تلك المنطقه وصولا من تلك المنطقه الى منطقه الطور وحيث هناك بؤرة استيطانية تسمى بيت أرون ونزولا من جبل الطور إلى مستوطنة معالي هازتيم في منطقة راس العمود ومن ثم المستوطنات المقامة في بلدة سلوان والأحياء الست المهددة بالطرد والتهجير في سلوان وادي الربابة وادي يصول وأيضا بطن بطن الهوى وحي البستان ووادي الحلوة وعين اللوزة وهذا يستهدف ايضا هو عمليه تهويد كل ما هو محيط في البلده القديمه او ما يسمى بالحوض المقدس من اجل محاصره البلده القديمه وتهويدها والعمل على امجاد امتداد استيطاني يطوق تلك المنطقه بشكل كامل تمهيدا للمحاولات اللاحقه للسيطره على المسجد الاقصى وتغيير الطابع سنة الديني والتاريخي والقانوني للمسجد الاقصى نعم نعم ليس فقط في اطار في إطار نعم هذا سناتي لهذه النقطه وهي ربما تكون سياسي في هذه القضيه نعم. ابعد نعم خليني برجع لحضرتك لكن انا سؤالي مره اخرى دكتور رياض من الملاحظ ان هناك انهماك صهيوني في تسريع تهويد المدينه المقدسه اكثر من اي وقت سبق صحيح وين بيجي هذا اذا كنا بنتكلم على السياق التاريخي وقلنا ان الصهيونيه مشروع في جانب تاريخي حضرتك تعرف وتستطيع ان تتكلم عنه يعني لساعات طويله ولكن هذا المشروع له حاضر وله مستقبل صحيح وين بتشوف اليوم هذا المشروع وين وصل اذا كنا عم نتحدث عن قضيه تهويد مدينه القدس والله هذا المشروع اعتقد بانه مرتبط بالدعم الغربي نعم. دعم. بالمطلق بالمطلق نعم اسرائيل لا تستطيع ان تقوم بذاتها هي كيان مصطنع بالاساس على اي خلفيه خلينا بس خلفيه نعم. تاريخيه انه هي كيان مصطنع يعني نعم. ليست كيانا اصيلا في المنطقه ولا يعني بكل المعاني هل, المعنى هل هناك مصالح مشتركه هل نعم. هناك معتقدات صحيح. مشتركه صحيح. هل هناك تصفيه حسابات مشتركه نعم يعني السؤال يعني لانه هذا قد يعيدنا مثلا الحروب الصليبيه اذا حدث صحيح صحيح وما المشكله في ذلك اذا كان اذا كان هؤلاء ما زالوا يرون بانه العقليه الانتقاميه في تعاملهم الكلي مع الكل العربي الاسلامي يعني هذه النظره لم تغب على فكره في الدوائر الغربيه كلها يعني تتذكر في 2001 لما صارت الهجمات في امريكا نعم اصبح الشغل شاغل العالم الغربي كله ومحاولة استحضار التاريخ والحرب الصليبية بهذا المعنى، حتى التص... اه والاسلاموفوبيا والتصريحات الامريكية كانت واضحة بهذا الاتجاه. نعم. الآن احنا إذا بنحكي على أن إسرائيل لا تستطيع البقاء بمفردها، وكانت اختبار الحرب في غزة كان واضح جدا، أنه الجسر الجوي العسكري الغربي الأمريكي تحديدا، م. كما هو الحال حتى تفوق على الأوكرانيين، يعني لا. الدعم الغربي الأوروبي الأمريكي الغربي تحديدا للآلة العسكرية الإسرائيلية لم يتوقف يوماً، على طيب فكرة ولكن هم شركاء في, في كل ما يجري تمام تمام هل الأهداف واحدة؟ هل المواعيد واحدة؟ لأنه كنا عم نتكلم أستاذ راسم نعم لي أعود له مرة أخرى وهو يقول أن هذا الأمر عم يقترب شيئاً فشيئاً لتهديد بشكل مباشر للمسجد الأقصى المبارك للحرم القدسي وللمقدسات الإسلامية والمسيحية وأرجو أن تفسر لنا هذه المسألة أستاذ راسم نعم يا سيدي في المسجد الأقصى على وجه التحديد الاحتلال هو يعتقد بأنه استكمل كل ما يعرف بإحياء الهيكل المعنوي في المسجد الأقصى والهيكل المعنوي المقصود أداء طقوس تلمودية وتوراتية منها السجود الملحمي انبطاح المستوطنين على وجههم كعلى شكل من أشكال الطقوس التلمودية والتوراتية وإدخال الكهنة باللباس البيضاء وإدخال شلات الصلاة واللفائف السوداء وأداء طقوس وصلوات تلمودية علنية فردية وجماعية في ساحات المسجد الأقصى وعمليات النفخ في البوق وإدخال أيضا إلى داخل المسجد الأقصى ما ما يسمى بقرابين الفصح النباتيه، سعف النخيل واغصان واغصان الصفصاف بالاضافه الى ثمار الحمضيات المجففه، ومحاوله ادخال قرابين الفصح الحيوانيه الى داخل المسجد الاقصى والتي رصدت لها الجمعيات الاستيطانيه والتلموديه جوائز ماليه وصلت الى ألف دولار امريكي لكل من ينجح في ادخال قربان حيواني الى ساحات المسجد الاقصى. هم يعتقدون بان هذا عمليه المرحله الاولى من استكمال كل هذه الطقوس المتعلقه باحياء الهيكل المعنوي قد استكملت والان يريدون الانتقال الى مرحله جديده تعبر بالمسجد الاقصى من الزمن الاسلامي الى الزمن اليهودي لا. بمعنى اخراج المسجد الاقصى من قدسيته الاسلاميه الخالصه في البدايه الى قدسيه اسلاميه يهوديه مشتركه بمعنى ان يصبح هناك لليهود سيطره على جزء من المكان وهو السيطره على القسم الشرقي من المسجد الاقصى ما يعادل ثلث مساحه المسجد الاقصى وبالتالي هم لا يريدون فقط تقسيم زماني ومكاني بل العمل على إيجاد حياة وقدسية في المسجد الأقصى مقابل الشيخ حاخام يهودي ومقابل مصلي المسلم مصلي يهودي ومقابل الطفل المسلم طفل يهودي ومن بعد ذلك انت يجب ان نفكر جيدا في احضار الخمس بقرات التي تم استولادها عبر الهندسه الجينيه من ولايه تكساس في الولايات المتحده الامريكيه والتي جرى تخزينها في منطقه بيثال بي في مناطق سريه في تلك الاتجاه حتى تبلغ من العمر عامين على ان يجري ذبحها في البدايه كانوا يخططون لعمليه الذبح على منطقه جبل الطور في قطعه ارض استولى عليها المستوطنين وعلى ان تقام الاحتفالات في مستوطنه تشيلو شمال مدينه رام الله ولكن لا. الان التفكير بان بعد بلوغ هذه البقرات الخمس العامين يجري ذبح احداها في ساحات المسجد الاقصى وهذه البقره التي سيجري ذبحها يجب ان يتم بعد عمليه الذبح حرق رمادها ونثر هذا الرماد على اكبر عدد من الحاخامات الاسرائيليين الذين يرفضون عمليه اقتحام المسجد الاقصى بين قسين جبل الهيكل الا اذا تم بند التطهر من نجاسه الموتى وبالتالي يعتبرون ان لا. ذبح البقرات ونثر الرماد على اكبر عدد من الحاخامات هو يحقق بند التطهر من نجاسه الموتى وبالتالي سنقف امام تسونامي من المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى اليوم نتحدث عن 100 إلى 150 يوميا لاحقا سنتحدث عن ما بين 1500 الى 5000 مستوطن طب هل بتشوف في استاذ ساحات راسم هل بتشوف وهذا يعني هل بتشوف انه هذا بيتم الان حسب برنامج زمني محدد ام حسب الظروف؟ هذا يا سيدي يجري الاستغلال الظروف الحاصله حاليا، انت المساله ليست الحرب صحيح هي يعني على قطاع غزة ولكن الهدف هو تحقيق السيادة والسيطرة على مدينة القدس وحسم هذه السيادة بشكل نهائي بالإضافة إلى حسم السيطرة والسيادة على المسجد الأقصى. الاقصى بشكل كامل في هذا الاتجاه لا. هناك الاوقاف الاسلاميه مستهدفه الوصاية الاردنيه مستهدفه الوجود الفلسطيني في البلده القديمه ايضا مستهدف محيط المسجد الاقصى سلوان وعمليه التهويد التي تجري في الجزء الجنوبي الغربي والمشاريع الاستيطانيه المتعدده لا. المحيطه في البلده القديمه تؤشر الى الخطط التي تقوم بها طيب. الصهيونيه الدينيه والفاشيه اليهوديه وخاصه من قبل بن جبير وسموتريتش ساعود عندما اقتحم نعم المسجد الاقصى للمره الرابعه هو في عام 2003 نعم ساعود لحضرتك استكمالا لهذا الموضوع لكن احيل السؤال ايضا مره اخرى للدكتور رياض احنا قلنا انه يعني في الروايه التهويديه وما جرى في في غزه بشكل خاص، فتح عين العالم على جوانب كثيره. هل تعتقد ان يعني هناك خساره في الروايه التهويديه للقدس وفلسطين بعد كل هذا الذي جرى في غزه، بعد ما اصبح العالم ينظر الى اسرائيل وهي تمارس الاباده الجماعيه، التطهير العرقي، الفصل العنصري. نعم. يعني اصبحت هذه روايه بلا قدسيه بلا مم. تاريخ بلا معنى الى مم. اي درجه تعتقد ايضا وقلت انه اليوم التحليل التاريخي نعم مم. آه ممكن قراءته في اكثر من سياق وخاصه في هذه طبعاً. المرحله التي يضاف اليها ايضا التحليلات السياسيه والعسكريه والقدريه شاء يا سيدي اولا يعني الر... هي الروايه ال, ال... التي تقدمها يعني الاله العسكريه الاسرائيليه عما يجري في غزه جرى فضحها وجرى تعريتها والدليل على ذلك 44 حراك جامعي طلابي في الجامعات الامريكيه مثلا الان احنا بنحكي على اعاده كتابه التاريخ او على محاوله تقديم روايه بديله لما تقوم به دوله الاحتلال الروايه البديله لها علاقه باعتقد بتعريه الاحتلال هذا الاحتلال الذي لا يجتم فقط على قطاع غزه ولا يمارس يعني اشكال الاباده في قطاع غزه هناك ايضا الضفه الغربيه لا ننسى انها محتله هناك الاراضي العربيه المحتله في فلسطين التاريخيه لماذا ننسى كل ذلك نحن لا. الان نتحدث عن الاحتلال في كل فلسطين وليس فقط في ولذلك هذا 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 في الروايه يؤسس لمساله ان جذر القضيه مرتبط ب وجود الاحتلال في كل فلسطين وليس فقط في يعني ليس مشكلتنا غزه الان يعني لا لا يعني نريد يعني, يعني, يعني لا نريد ان نقزم الصراع وان نختزل الصراع بمجرد يعني غزه غزه الان يعني وهذه اشكاليه شاهد. نعم العالم شاهد اسرائيل على حقيقتها في القسوه اللي صارت في غزه هذا, هذا نعم الاتجاه القسوه اللي يمكن وقلنا دقت انه بدا يفتح الاسئله نعم دقت ناقوس خطر حول اشياء عديده يعني, يعني ماذا يجري في المنظمات الدوليه الان؟ نعم ماذا جرى في المحاكم في محكمه الجنايات الدوليه؟ في نعم سابقه خطيره ان يدان هؤلاء ان يصبح هؤلاء مجرمو حرب مطلوبين في كل العالم وفي كل الصحافه العالميه الان هؤلاء مدانون كوندم يعني مطلوبين يعني وهذا انا بعتقد انه اختراق كبير جدا في موضوع المنظمات الدوليه انه القضيه الفلسطينيه الان فرضت نفسها على المنظمات الدوليه واعتقد انه العالم بدا يستش كمان فرضت يعني نفسها هو اليوم اليوم المنظمات الدوليه يعني اصبح عندها السؤال الكبير ان لم تكن فاعله فما هي جدوى وجودها اصلا صحيح. واليوم هي تحت اختبار كبير صحيح في هذه المساله بالذات سواء منظمة الصحه العالميه ولا اليونيسف ولا اليونسكو لكن ذلك, كل المنظمة. لكن ذلك مهم لا ن... بطبيعة لا, نسته... لا نستهين نعم. لانه هذا هذا لم ياتي من فراغ هناك ضغوطات دوليه وحراك شعبي سواء في الغرب او في الشرق طبعا في كل العالم نعم. يعني وخاصه بامريكا يعني الحراك نعم. اللي جرى بامريكا بعتقد الحركه الجامعيه نعم. اثرت نعم. بشكل كبير جدا وايضا المطالبات ده في الداخل الاسرائيلي اذا نعم. جاز التعبير مطالبات باستمرار بالضغوطات على الحكومه الاسرائيليه بضروره التحرك يعني هذا ال... انقلاب في, الترا... في في السياق ولذلك التاريخي نعم. نعم ولذلك انا بعتقد في تحول نعم. مهم نعم. احدثته ما جرى في رح التعزل. نحكي فيه كمان لكن بعد هذا الفاصل مشاهدي الاعزاء اسمح لنا نواصل الحديث مع الاستاذ راسم استاذ راسم انا سؤالي لحضرتك عم نتكلم مشاريع استيطانيه نتكلم جمعيات استيطانيه كان هناك جمعيات تضغط على الحكومه الاسرائيليه الحكومه الاسرائيليه بناء على ذلك بتنفذ مره اخرى بنشوف انه لا هم كحكومه لديهم برنامج متكامل لعمل الاستيطان وانت حضرتك قلت انه بسبب الظروف الراهنه عم بيسرعوا كل شيء في ذهنهم يعملوه منذ سنوات طويله وين بتشوف هذه المساله فيما يخص هذه الثنائيه بين الجمعيات الاستيطانيه وبين الاستيطان كمخطط رسمي يعني مقرر له موازنه وله مواعيد وبدايات ونهايات نعم يا سيدي، أصلاً الحركة الصهيونية المرتكز الأساسي الذي قامت عليه منذ الغزو الصهيونية الأولى لفلسطين منذ عام 1882 وحتى اليوم هو الاستيطان، ولذلك من يقترب من الحكومة الإسرائيلية، أي من يريد الاقتراب من موضوع الاستيطان والدعوة إلى تجميد الاستيطان أو وقف الاستيطان وسينتحر سياسيا وسيخسر على المستوى الحزبي وسيخسر على المستوى الشخصي ولذلك تجد كل هذه الأحزاب لا تستطيع سواء بما كان يسمى باليسار الإسرائيلي الذي تلاشى وتفكك واندثر وحتى أحزاب الوسط وأحزاب اليمين اليوم عندما نتحدث عن دولة الاحتلال نجد أن ما يسمى بال الصهيونية الدينية والصهيونية القومية التي كانت على أطراف المشروع الصهيوني انتقلت إلى قلب المشروع الصهيوني وباتت تتحكم في مفاصل القرار السياسي الإسرائيلي بعد تفكك وتحلل الأحزاب السياسية الكبرى ولذلك اليوم نشاهد أن بنجابيل وسميت ريتش يتحكمان في نتنياهو ويهددانه دائما بفك هذه الحكومه واسقاطها من داخلها ولذلك هناك تكامل في الادوار ما بين المشا... فيما يتعلق بالمشاريع والخطط الاستيطانيه والجمعيات الاستيطانيه لا. الجمعيات الاستيطانيه الاستيطانيه يا سيدي عطور كهنيم وغيرها و... تتلقى من الحكومة تمويل مباشر من أجل عمليات التهويد التي تجري تحديدا في منطقة الشيخ جراح وفي منطقة سلوان الأحياء الستة التي يجري تهويدها هناك خطط للاستيطان ومشاريع تقرها الحكومة إقامة مستوطنات على سبيل المثال في منطقة جنوب مدينة القدس لنتحدث عن قبعات ماتوس قبعات شكيد. قبعات تحموتس القناة السفلى وصل المستوطنات مع بعضها البعض في اطار عزل مدينه القدس عن مدن والضفة الضفة الغربية الجنوبية وكذلك إقامة مستوطنات في ملط على مطار مدينة القدس تسعة ألاف أو عشرة ألاف وحدة استيطانية لعزل القدس عن شمال الضفة الغربية وإغلاق البوابة الشرقية من خلال إقامة المستوطنات والمزيد في منطقه المسمى اتش 1 لاغلاق البوابه الشرقيه لمدينه القدس وبالتالي العمل على توسيع مدينه القدس لكي تصبح مساحتها 10% من مساحه الضفه الغربيه وبما يضم المستوطنات من جنوب غرب مدينه القدس من جوش عطسيون في منطقة الخليل مرورا بإفراط مجمع إفرات في منطقة بيت لحم إلى مستوطنات قرية الولج التي استولي على جزء كبير من أراضيها وصولا إلى مستوطنات مدينة القدس ومن ثم الاتجاه باتجاه شمال شرق مدينة القدس بمعنى أن يكون هناك طوق كامل على مدينة القدس بدأ في إقامة الجدار الفصل العنصري وإقامة المستوطنات على أطراف مدينة القدس ثم حدثت عملية الاختراق وبالتالي عملية التفتيت بمعنى إقامة أحياء استيطانية في قلب الأحياء العربية في لعزل كل قرية وقرية فلسطينية عن نعم. القرية الأخرى بمستوطنة بما يحد من توسعها الجغرافي وتواصلها الديمغرافي في هذا الاتجاه ولذلك عندما تتحدث عن مشاريع مشاريع كبرى تنفذها الحكومة والمشاريع التي تجري داخل دعني اقول في منطقه سلوان وحي الشيخ جراح هذه الجمعيات تمول من قبل الحكومه وخاصه ان اليوم من هو مسؤول عن الماليه هو سبوتريتش وهو من وهو وزير طبعًا الصهيونيه طبعًا الدينيه هو والذي يدعو الى الاستيطان الديني طيب بمعنى طيب تمام طيب. طيب. انا عندي بضل طيب. نقطه واحده استاذ راسب رح ارجع لك فيها لكن اسمح لي اوجه السؤال للدكتور رياض مره اخرى يعني ما سمعناه من الاستاذ راسم واضح الصوره كامله وكان انا الحديث مع حضرتك في مساله ال... هل نحن امام مشروع صهيوني هل مشروع يهودي يعني اليوم ال... اي حدا بيتابع هذه المساله بيشوف انه في اشياء كثيره مختلطه ولكن اذا جيت للارض على ارض الواقع بالشكل الذي يصفه الاستاذ راسم راح بتشوف كمان معنى اخر لقصه انه احنا من خوض معركة وجود نعم صحيح وأصبح هذا الوجود يفتح السؤال القديم أنه إحنا أصلا ليش موجودين هون لأنه هذا أمر إلهي نعم طيب يعني هل راح نشوف نفسنا أمام إعادة كتابة تاريخ الصراع مع الصهيونية من الآن فصاعدا ضمن عناوين مختلفة يعني هذا سؤال يعني غاية في الأهمية حقيقة أنا بدي أجاوبك على طريقة سقراط. سقراط طلب من الكل لما أسس المدرسة أنه بدك تخاطب اللي أمامك بده تكون المصطلحات واضحة. م. ما الذي تعنيه الصهيونية؟ ما الذي تعنيه الدولة اليهودية؟ ما الذي تعنيه إسرائيل الآن؟ هل هذه المفاهيم كلها لكيان واحد؟ هل انتهت الصهيونية بقيام دولة إسرائيل؟ هل أنجزت مهمتها؟ الصهيونيه حركه سياسيه ليس لها علاقه بالدين على فكره لا. بالمطلق ليس لها علاقه بالدين ما جرى هو توظيف, ولكن توظيف العنوين الدين ولكن كل عناوين دينيه آه لا هو توظيف الدين معلش جرى تو... الدين وبعدين تو... بيصبح آه جزء من الحقائق احسنت ولذلك لا. انا اقول بانه الان ما يجري على ارض فلسطين هو الجزء الاساسي منه هو معركه دينيه يخوضها هؤلاء ويجندوا لها المؤسسات باكملها هناك عشرات الجمعيات الدينيه التي تتساوق في السياسه الاسرائيليه العلمانيه في في جزء بخط موازي تسير هذه الجمعيات الاستيطانيه الدينيه نعم وهي التي تعمل بالمناسبه كل هذه الطقوس نعم وتغطيها الحكومات الاسرائيليه نعم العلمانيه فهذا نعم التزاوج بين الديني وبين السياسي هو عنوان هذا المشروع الموجود حاليا داخل اسرائيل نعم وانا بحكي فكره مهمه لما بنحكي على عاصمة مقدسة او القدس يعني بشطريها الشرقي والغربي حسب المخطط الاسرائيلي م. الان بيشتغلوا على فكرة الوجود الاغلبي لليهود داخل القدسين أه الشرقي والغربي طبعاً يعني كل انت بتحكي على نعم 970 الف م. عدد السكان في الشطرين معروف أنا 600 الف تقريبا يهودي 300 نعم وشي عربي 300 الف عربي نعم هذا خطير للغاية لانه بيأسس لمرحلة انه نعم عاصمه مقدسه واحده لدوله يهوديه ده. يعني تمام. دوله يهوديه بحاجه لعاصمه تمام. مقدسه انا هاد. اسمح لي بدي انهي مع الاستاذ راسم استاذ راسم انا لدي دقيقه واحده اذا تكرمت علي مع انه السؤال كبير يعني لكن ال... اذا تكرمت يعني احنا في المقابل يبدو الامر عم نشوف انه في ملاحقه للنشطاء في الشيخ الجراح وفي القدس عموما عم نشوف في اصدار اوامر اخلاء و لبيوت واخلاء يعني لاحقا كل هذا بضل عندنا سؤال ولو يعني يمكن يكون صعب نسال بهذه الطريقه قدره المقدسيين هل ما زالت موجوده لي ولو في ادنى حد ممكن للتصدي لكل هذه الهجمه على شدتها وعندي دقيقه. نعم في هذا الاتجاه الحلقه المقدسيه بكل مكوناتها ومركباتها سواء كانت وطنيه، سياسيه، دينيه، مجتمعيه وشعبيه هي حلقه متماسكه ونجحت في افشال العديد من المشاريع والمخططات الاسرائيليه والتي استهدفت المسجد الاقصى والمدينه المقدسه، انت تذكر قضيه البوابات تموز 2017 والتي تمكن المقدسيين بسجاديد صلواتهم مع اهلنا في الداخل من افشال هذا المخطط والمشروع محاوله السيطره على بيت الرحمه في شباط 2019 وما تلا ذلك من مشاريع ومخططات تستهدف المسجد الاقصى وطرد وتهجير حي الشيخ جراح الشرقي والغربي بالاضافه الى الاحياء التي يجري محاوله طردها وتهجيرها في بل في بلدة سلوان وغيرها من القرى والبلدات المقدسية هناك صحيح حرب شاملة تشن على المقدسيين في كافة مناحي حياتهم بما يطال الجانب الاقتصادي والاجتماعي ولكن هناك حالة صمود غير مسبوقة في مدينة القدس هو دفاع عن الوجود دفاع عن الأرض تشبث في البقاء ولا خيار أمام المقدسي سوى البقاء والدفاع لا. عن أرضه ووجوده وقدسه ومقدساته ولذلك هذا خيار وممر إجباري على كل المقدسين في هذا الاتجاه رغم نعم. الحالة السياسية الهابطة فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ولكن نحن نثق بأن الأمة ستنهض إذا ما استمرت حالة الصمود التي نشهدها في نعم. تاريخ القضية الفلسطينية في مرحلة استراتيجية تشهد تحول نوعي ووصول القضية الفلسطينية إلى كل بيت في الساحة الدولية والعربية والإسلامية وسقوط الرواية والسردية الإسرائيلية وسقوط ما يسمى بالمشروعية الأخلاقية التي كان يتغنى فيها الاحتلال من السبي اليهودي الأول وحتى 7 أكتوبر والمظلومية وتوظيف الهولوكوست نحن لا ننكر الهولوكوست ولا ساميه من اجل تبرير روايات آه هذه الروايه والسرديه الان نعم. انكشفت امام العالم ونشهد التغيرات الشكر. الكبرى التي تحدث على مستوى العالم على المستوى الشعبي وعلى المستوى المؤسساتي نعم شكرا جزيلا استاذ راسم عبيدات الكاتب والمحلل السياسي والخبير في شؤون القدس بارك الله فيك وكان الله في عونكم ان شاء الله مزيد من الصمود و تشبث بالأرض أشكرك مرة أخرى الدكتور رياض ياسين أستاذ التاريخ والحضارة في جامعة اليرموك شرفتنا أشكرك على كل ما قدمته من تفسيرات ولا بد فعلا مثل ما قلنا التاريخ مش شيء ماضي هو صحيح. حيوية معاش. متجددة وتعطي مؤشرات إلى المستقبل مشاهدينا الكرام بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عيننا